الاستقامة، ما هي وصيتك لي؟ الحديث الاستقامة، أول نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأكثر من دعاء عمر بن الخطاب: اللهم أنت ربي فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. إذن أولا نعمة كبيرة أنك تسأل عن شيء يثبتك ويؤصلك ويقعدك. ولهذا أحبتي بلئن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يقول شيخ الإسلام: الاستقامة معها الكرامة، الاستقامة معها السعادة، الاستقامة معها الريادة، الاستقامة معها الراحة، الاستقامة معها الطمأنينة، الاستقامة معها الانشراح. فحري بك مما يعينك أن تختار جليسا صالحا، وأن تكثر من ذكر الله، وأن تأخذ شيئا من حزب القرآن يوميا، وأن تكون بارا لوالديك، وأن تكون واصلا لأرحامك، وأن تكثر من العبادة بقدر الإمكان، وأن تكون من الذاكرين الله عز وجل وكذلك تحافظ على الصلوات. هذه كلها وأنواعها معينة على وسائل الثبات والتأصيل. لا تقول استقمت خلاص تابس بلسانك فقط، لا، استقم واثبت. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني ما يكفي الإنسان يقول: أنا والله أنا مؤمن، أنا صالح، أنا تقي، أنا من ولد فلان، أنا ولد حسن، وهو لا يعمل، ما ينفع. فأنت قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.